الزهر حنام على الطريق النهاردة. الدنيا مركبها جامد قوي، كل العربيات دي كل التركات دي ومنك طابور تاني من التركات، ومفيش قدامك مخرج. بصيت كل دي كده صحرا، وكل دي كده جبال. يعني لو اتحشرنا هنا تبقى حشرة صعبة قوي. الناس اللي واقفين دول بيطلعوا السكة، شكلهم ان هما ناويين يعسكروا هنا الليلة دي. الطابور اللي ورا بيزيد واللي قدام مش ماشي. بعد نقول نص ساعة كده. مش كده، لو قعدت هنا وعديت الوقت بتاعك تعمل ايه؟ اللي قدام زي ما انت شايف دول نصبوا الكراسي وطلعوا المشروبات. احنا في حصة على السكة، والحصة شكلها حصة كبيرة. الازاز ده دبانة قالي بقالها كذا يوم دخلت الترك من منطقة فيها بهايم وعمالة بموت فيها ومش عايزة تموت. وورا منك كأنك قاعد في نيويورك، بس انت هنا في نيفادا، دي منطقة صحراوية قاسية. بص كده ورا، العالم كلها كوامها في حتة صغيرة، والحادثة شكلها مش هتخلص بسرعة. وده المنظر من بره، المنظر مش كويس أبدا. الدنيا متكومة هناك. منظر مش كويس، الشمس هتنزل، واضح ان مش عارفين يحلوا المشكلة، مش عارفين يفتحوا الطريق. الحادثة حصلت بعد مفارق، بس المفارق دي الناس بتخاف منها، الناس بتخاف تخش من الطريق الجانبي، لأن الطريق الجانبي مش حي، ما بينتهيش، طويل قوي، طويل للغاية. يعني لو أنا وصلت هناك كان ممكن أخش على الشمال، الشمال يبقى في الاتجاه ده كده. بس أنا عارف السكة، بس السكة مخيفة اللي ما يعرفوش. فكل العالم دي مستمرة بسبب إن مفيش غير الطريق ده. من هنا أسوأ، اللي واخد الكلب بتاعه واللي منزل العجل. تيجي تبص على الاخر كده تلاقيها مزنوقه زنقه جامده على الاخر. ودي نيفادا، يعني المفروض دي منطقه صحراويه بالكامل. يعني وده بالظبط اللي حصل. مفيش امل دلوقتي، مفيش امل ان نتحرك، مفيش وقت للسواقة. فكده اضطريت اطلع على الزلط ونطفي كل شيء وننام هنا. زي ما انت شايف الشمس بتنزل اهي.
الطريق مش هيتفتح. دول بيسلوا نفسهم بالكرة، مش حاجة غير كده. وادي الصورة الصبح، قاعدين في وسط الصحراء، والنجوم منظرها جبار. وادي نومة النوم جنب الطريق، الطريق ما اتفتحش لحد ما نمت. الصبح دلوقتي الساعة 4 الصبح، الشمس تطلع من المكان ده، مش هيبان كده، ما تشوفش حاجة خالص دلوقتي. مش بطالة يعني، أنا مفيش دبان لأن المكان عالي مرتفع.